ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. يبدو طبعا ان انا تعبانه مرهقه. اليوم النهارده خلص في السوبر ماركت زي ما شفتوا عنوان الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يسلكوا كل جديد، وكمان تعملوا لايكات كتيره قوي للفيديو ده. امبارح جبت المنظفات وصورت فيديو نزل لكم، ودلوقتي جبت حاجه البيت. زي ما قلت لكم ان انا كل الحاجه اللي عندي باظت الفيديو اللي فات، وجبت حاجات من اول وجديد كاني برتب بيتي من اول وجديد. جبت شويه حاجات تعالى اوريها لكم كده بالترتيب. هوريكم كده بالدور زي ما بوريكم كل مره. اول حاجه جبتها، جبت ده ليمون نعناع بتاع فيتروك. اوكي. تقريبا ب 37 جنيه. جبت عصير تفاح. طبعا انتوا عارفين انا بحب يكون عندي مشروبات في البيت عشان لو حد جالي عايزين نشرب حاجه بتاع يبقى عندي مشروبات في البيت، ما بعدش اشتري يعني، لان بيجي لي مثلا بيبقى مثلا ماما جايه لي، يوسف جاي لي، حد من اخواتي جاي لي، حد من اخوات علي جاي، يبقى عندي مشاريب في البيت، فاهمين؟ ده جوافه، وكمان علي بيحب المشاريب يعني، تفاح ومانجا. كنت عايزه اجيب برتقال ليا وما لقيتش بصراحه. جبت كمان ايه؟ جبت واحدة شويبس، وجبت كمان بسم الله واحدة سيفن. طبعا منتقدين الصودا غلط ومش عارفة ايه الكلام ده. يا جماعة احنا مش بنشرب كل الكمية دي، زي ما قلتلكوا احنا كنت في ناس بتجيلنا يزورونا، فيبقى عندي حاجات في البيت اقدمها يعني. دول اتنين سيفن وواحده كولا وواحده شويبس. ما رضيتش اكتر قوي زي ما بجيب يعني، انا في العاده بجيب مشتريات الشهر مش مشتريات ليوم واحد يعني. تاني حاجه جبتها مهمه هي الخضار والفاكهه. بقالي كتير قوي ما جبتش ولا خضار ولا فاكهه، والبيت عندي فاضي، فقلت يعني اجيب شويه حاجات وكده يبقوا عندي في الدرج، احطهم كده جوه علب واظبطهم واسيبهم في الثلاجه عشان يقعدوا عندي وقت طويل يعني، وما بعدش اشتري حاجه، لاني كل ما بعوز اطبخ حاجه اروح باعته ام احمد الغفيره اللي عندي تجيب لي حاجات وتيجي، فانا مش عايزه كده بصراحه، انا عايزه حاجتي تبقى عندي في البيت. عوزت حاجه بسيطه ماشي اوكي، ما عوزتش يبقى انا عندي حاجتي في البيت. جبت خيار ب 10 جنيه، جبت جزر، انا مش عارفه الجزر غالي ليه كده في هايبر، الجزر ب 36 جنيه. طبعا هو كده غالي جدا، انا ما خدتش بالي غير دلوقتي يعني وانا بكلمكم. دول حبه فلفل اخضر ب 7 جنيه. ليمون، جبت ليمون دول ب 6 جنيه 82 قرش. ليمون ب 15 جنيه فايبر، مع اني شايفاه ب 10 جنيه بس يعني مش مهم. جبت بنجرايه، دي بنجرايه ب 8 جنيه، معرفش جبتها ليه بس انا كنت حاسه اني هعمل بيها نوع سلطه يعني. جبت دي بروكلي، هموت واسلقه واعمل منه شويه خضار ليا سوتيه وادوقه التالية يعني. الدكتور كان قايل لي من 7 شهور تاكل البروكلي، وانا عمري بصراحه ما جبته ولا دقيته، ومعرفش بقى رد فعلها تحبه ولا لا. جبت بصل، وطبعا البصل غالي جدا ب 28 جنيه، دول ب 38 جنيه، وزنهم كيلو 320 جرام، غاليين طبعا جدا. في ايه تاني؟ جبت تفاح، والتفاح بس دي تالية جت ثواني افتح الباب. كنت بقول لكم يا جماعه التفاح ده الكيلو بتاعه ب 70 جنيه، انا معرفش هو غالي ولا رخيص، بس الواحد لما بيوقف في السوبر ماركت عايز يخلص حاجته. ودول كيلو تفاح ماشي، دول رمان 3 رمانات ب 40 جنيه، ايه ده غاليين جدا. يا الواحد ما بيفوقش غير بعد ما يجي البيت. ده برقوق الكيلو ب 60 جنيه، بكام؟ ب 57 جنيه، اعتقد ان هو هنا كده برضه. ماشي. ايه تاني يا ناس؟ تعالوا اخضري. جبت كمان طماطم، ده قد ايه؟ ده 836 جرام ب 15 جنيه طماطم. جبت افوكادو بس هو لسه ناشف عشان اكل تاليه منه واعمل منه سلطه ليا، الكيلو ب 115 جنيه، دول ب 130 جنيه. انا بفوق بعد ما اجي البيت والله العظيم بفوق هنا. جبت بتنجانه يعني، جبت 3 افوكادو وجبت بتنجانه واحده ب 4 جنيه نص كيلو، كتير برضه. ده 390 جرام كوسه ب 8 جنيه 95 قرش. اوكي ماشي. جبت ايه تاني يا لبنى؟
جبت بطاطس دول ب25 جنيه كيلو، البطاطس ب19 جنيه 95 قرش. ايه ده؟ هي الحاجة غليت ولا هم نصبوا عليا؟ جبت فلفلتين الوان ب11 جنيه ب12 جنيه، طبعا دي خيبة كبيرة. وجبت كمثرى ودول ب41 جنيه ب45 جنيه. لا يا جماعة انا بشوف الاسعار دي هناك، بس مش عارفة ليه ما بفوقش غير هنا يعني، لا اله الا الله. ماشي. المهم جبت دول دانون بالفراولة، جبت 2، انتوا عارفين اني بجيب 10 بس انا جبت 2 عشان الاسعار مش قد كده. جبت 3 ميكس بالفراولة. جبت ايه كمان يا لولو؟ بس يا توت جبت لبنة بتاعت مزارع دينا ب50 جنيه، انا بحب بتاعت المراعي بس هي بقت ب113 جنيه، فجبت دي وخلاص تقضي الغرض. جبت ذرة من توب فاليو اهي، مش فاكرة بكام الصراحة. جبت كيس رز الساعة لاني ما عنديش رز خالص. كيس الرز ده 5 كيلو ب140 جنيه ال5 كيلو. اوكي. جبت طبعا كرتونة لبن 6 علب لبن 208، يعني الواحدة ب34 جنيه باين او 36 جنيه، بس هما الستة ب208. جبت كمان ايه؟ جبت ازازة زيت سلايد ب112 جنيه 2.5 لتر. عليها عرض، المفروض ان هي عليها عرض. جبت ايه كمان يا لبنى؟ هوريك. جبت كيلو مكرونة الملكة، انا قلت هجيب على قد العلبة، عاملة العلبة واقفلها مش هخزن، خلاص انا جات لي عقدة من التخزين. الملكة مكرونة اللي هي ايه؟ اسمها ايه؟ مرمرية. وجبت كيلو شعرية. جبت كيلو قلم على قد العلب بالظبط، يعني انا مش هخزن تاني، اخد من العلبة وتخلص ابقى اجيب تاني. وجبت كيلو مكرونة هلالية. بس كده. كده حلوة قوي قوي، فلالي فلالي فلالي. جبت كمان ايه يا لبنى؟ هوريكم. جبت علبة سمنة كريستال ب57 جنيه باين، مش متأكدة من الأسعار بس اوكي. ده كيس سباكيتي واحد، انا كنت عايزة اجيب الكبير بس ما لقيتش فجبت ده. جبت 2 اللي هو بريدواي ده مقسومات، جبت 2 حطهم برضو في علبة واقفل عليه يخلصوا بقى ابقى اجيب غير. جبت يا جماعة الشوفان ده من دوبيلا ب70 جنيه، قلت هاكل انا منه واعمل كمان نتاليه منه، مسلوق مع خضار وكده مع بلح مع تفاح لان هو فيه قيمه غذائيه عاليه. جبت 9 عصفور الملكه، ده جبت الكيس الصغير بس مش هغير سنه تانيه خالص. جبت 2 تونه سان شاين الواحده ب26 جنيه. دايت بقى وحركات بقى، عايزه اعمل دايت. بصوا بقى بعد علب النسكافيه اللي كنت بجيبها، جبت 2 لاتيه و3 نسكافيه اونلي بس كده، مش هجيب اكتر من كده. جبت 3 اكياس عيش من بريدواي دول اهو، واحد فيه 4، جبت 3 نعمل سندوتشات وخلاص. المهم يا جماعه ورجعت لكم مره ثانيه عشان كنت لقيت الحاجات اللي انا جبتها اللحوم وكده عايزه اتحط في الفريزر بسرعه. انا جبت كيلو لحمه مكعبات زي ما بجيب، ونص كيلو بفتيك، ونص كيلو لحمه مفرومه، وجبت كيس الاستريبس ده من 3 شيبس ب170 جنيه، وجبت كيس البرجر ده. اول مره اجرب البراند دي، مش عارفه هتبقى حلوه ولا لا، بس هو مع بطاطس هديه مش فاكره كان بكام. وجبت كيس البسله على جزر ده ب12 جنيه او ب9 جنيه تقريبا. اول مره اجرب ماركه لذه دي عشان ما لقيتش بسمه بصراحه، بس دي الحاجات المجمده اللي انا جبتها مع اللحوم اللي قلت لكم عليها. يلا دلوقتي اوريكم الجبن اللي انا جبتها. بصوا يا جماعه اوريكم بس كده ايه الترتيب عشان الجبن بصراحه طلعت بعيده. جبت شاي ليبتون اوكي، ما لقيتش المت واحده ده 50. جبت البسكوت ده بالعجوه لماما بتحبه هي، ده ب50 جنيه جبته لماما عشان هي بتحبه بصراحه طعمه تحفه وبالزبده جامد. جبت علبه البلح دي لماما برده، لقيت الطحان عاملين بارتيشن ف
ما لقيتش للاسف بالمكسرات والشوكولاته اللي هي بتحبه، فجبت لها دي وجبت زيها للبيت عشان خاطر اكل منها. انا بحب البلح انتوا عارفين، وكمان عشان توتا الصغنطوطه اسلق لها منها. جبت علبه نسكافيه اللي هو كافي ماكس، جبت كاكاو خام بتاع دريم عشان اعمل لكم كيكات كتير، جبت برطمان صلصه ب 12 جنيه ناردينو، بس جبت هاينز ب 23 جنيه، معرفش ليه ما رجعتش جبت ناردينو ده تاني. جبت برطمان مربى فيتراك بالتين، جبت كام ظرف نسكافيه بصراحه عشان لقيته ب 2 جنيه ونص فجبت 10. جبت ايه كمان؟ جبت ده كاتشب هاينز. جبت بقى ايه؟ توابل، جبت كزبره وبهارات. لإيه ليه بقى؟ لان البهارات بصراحه غاليه جدا، فجبت دول بس على شويه فلفل اسود من عندي وخلاص. تالي عماله تعيط بفظاظه. جبت خلطه الشاورما، وجبت صوص الديمجلاس، وجبت خلطه يا جماعه كنت بقول لكم ان انا جبت الثلاث خلطات دول، كنت عايزه اجيب كمان خلطه الشيش بس ما لقيتهاش. حلوه قوي. جبت كمان كيسين من خلطه ال 11 بهار بتاعت كنور دي تحفه، وبتاعت البطاطس اتحف. بس انا جبت دول الواحده تقريبا ب 2 جنيه منهم، يعني لو جبته ب 10 جنيه هتعملوا شويه محترمين كده في كيس. جبت مرقه الخضار، جبت واحده بس، ما بقتش ليا تقل قوي على التوابل الكتير والبهارات والحاجات دي، مش عارفه فجاه. جبت 2 خميره يمكن اعجن عجنايه، جبت 6 فانيليا يمكن اخبز خبزايه، وجبت 2 بيكنج باودر يمكن اعمل لكم كيكايه. يا لولو. جبت ايه كمان؟ جبت 2 مولتو بالشوكولاته، جبت 2 اوريو، راح زمن الكراتين راح. جبت 2 اوريو، جبت 2 شوكو اوريو، وجبت بسكوت نواع. بس في حاجه وقعت ولا ايه؟ اوكي. جبت ايه كمان يا لبنى؟ شكرا شكرا. نور قطع يا جماعه، روحوا انتوا دلوقتي.